الدكتور غسان شكري اسم معروف بفتكر عنا، طبيب مشهور بالجراحة وبالفحوص الاختبارية. انضمامه لعائلتنا الطبية شرف كبير إلنا ومن حسن حظ المستشفى. قدم لك باسم، طبيب متمرن ذكي وشاطر وإيده اليمين بحالات كتيرة، فيك تعتمد عليه. أهلا. أهلا فيك دكتور. سعيد رئيس قسم خدم المرضى. أهلا دكتور. الأنسة هذا بعتقد إني عرفتكن على بعض مشي 6 أشهر تقريبا. طبعا طبعا. كيف صحتك يا أنسة هذا؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك دكتور، وجودك معنا شرف كبير لإلنا. أنا سعيد جدا إننا نشتغل مع بعض. الحقيقة عندي انطباع كتير كويس عن إخلاصك واندفاعك في مهنتك. شكرا للإطراء، بصرني أقدم لك المساعدة أي وقت بتريد. شكرا. سليم بعتقد كمان إن عرفتكن على بعض قبل هالفترة هاي. التهاب المسالك الهوائية دكتور. صح. الغريب بالأمر إنه نحن منسبب أغلب الأمراض اللي بتحصلنا. لازم تخفف التدخين إذا كنت فعلاً ناوي تشفى. عندك سؤال مزمن. حاولت كتير ما كنت تقدر. لازم تخفف التدخين لأنه القضية صارت معك أصعب من سؤال مزمن. راح يصير معك اشتراكات. طيب حاول. كل شيء مكتوب بالروشتة، أعمل مثل ما وصاك دكتور. شكرا. التدخين عادي غريبة، والأغرب أنه الناس بتدخن بدون ما تعرف أنه كل سيجارة بتنقص من حياة الإنسان 4 دقائق. شو؟ بيظهر عم تقرأ النشرات الطبية باستمرار؟ الإحصاء صحيح دكتور. مزبوط. الحقيقة ثبت أنه التدخين بيزيد نسبة الإصابة بسرطان الرئة، والغريب أنه هيدي عادة الإنسان مش عم يقدر يتخلص منها وبيضل عبد لها على طول. بعد في مريضة أخيرة، الأم مصرة أنها تشوف دكتور. يظهر عندها رشح عادي، افحصها وارجع لعندي، أنا بالطابق التاني موجود. الله يعطيك العافية دكتور. عاجل بحص لي هالبنت، ترك الأولاد لوحده بدي أرجع بسرعة. الكنيسة وجاني لفوق راسي. تصور يا دكتور لحد هلا لا طبخت ولا نفخت ولا عملت شيء، وعندي جوزي عصبي وتعبان، بيرجع من الشغل كتير تعبان وبحب بطنه كتير. شو بتشكي مدام؟ من زلعيمة مش هيك ما بعرف، رجعت من مدرسة محرورة. الله لا يحرك يا دكتور، دغري فاتت على أوضتها ونامت، صرت عيط لها يا بنت قومي يا بنت احكي يا بنت اشربي، أبدا لا من إيدها لا من إجرها، وحياتك يا دكتور. شو عم بيوجعها؟ إزلعينك مش هيك يا ماما؟ افتحت أمك. افتحت أمك يا حبيبتي. عملي سعلي. ايه يا حبيبتي يلا عملي سعلي شوي. سعلي ماما سعلي يلا. شو عملتي لها؟ شو بدي أعمل لها يا دكتور؟ شو بدي أعمل لها يا دكتور؟ شعلت النار الله يشعل لك قلب، وحطيت بالقدر مي الله يحفظ قدرك، وسخنت ما تشوف سخونة طول عمرك، وصرت حط لها لزق على زلعيمة. وشو طعمتيها؟ شو بدي طعمي يا دكتور؟ قال من موجود جود، كان عندي شوية مجدرة من أول مبارح، والله لا يجدر حدا، واليوم عملت له نقف الدين طجرة النخية يا دكتور، القلب بياكل منها، لكن يا حسرة هالبنت لا أكلت ولا شربت. طيب طيب. راح اعطيك دواء بس بدي اياها تقعد بالبيت 3 أيام وترتاح. لا لا يا دكتور كيف، البنت عندها امتحان، هي اذا ما راحت وقدمت فحصها بتطقش. يا دكتور الله يخليك، بنت كثير شاطره بمدرستها. لكن مدام انا من رايي البنت تقعد ترتاح بالبيت، وبعدين بعد 3-4 أيام ترجع بتصير مثل الزهر. لا يا دكتور الله يخليك، لازم تقدم امتحانها. وبعدين يا دكتور انت قلت لي انه عندها احتئان بالحلق تمام، خيا كان معه هيك ويسم الله اسم الله حواليه، اخذته عند الحكيم العين ترد عنه، عملت له ابره بين السنين، ورجع يا دكتور ينط ويلعب مع الاولاد مثل شو بدي اقول لك مثل النمر. مدام البنسلين مفيد لحاله مثل حالتها، لكن اذا بنتك ما اخذت بنسلين قبل اليوم هالابره بتشكل خطر على صحتها. كيف يا دكتور ما اخذت؟ عملت لها بنسلين. وبتعتقد يا دكتور اذا كان عملت لها هالابره هذه بتقدر تقدم امتحانها؟ مدام برجع بقول لك لازم البنت تكون اخذت بنسلين قبل اليوم، وحاعطيك بنسلين على الشرط تكون اخذت قبل هلا. يا دكتور شو عم بقول لك؟ عم بقول لك اخذي بنسلين وعملت لها ابره بنسلين، واخذي بنسلين وعملت لها ابره بنسلين، اكيد يا دكتور شو هيدا؟ طيب طيب
ما تشغلي فكرك كثير. راح اعطيها أبرة بنسلين وراح اعطيها دواء حبوب كمان. ثلاث حبات باليوم، حبه قبل الاكل، بس بدي اياها ترتاح شوي. الله يطول عمرك يا دكتور ويرد عنك كل عين وتفتح نقف الدين مستشفى طويل عريض قد الدنيا كلها يا دكتور. خمسي بعيون الحسيد يا دكتور غسان، ايدك فيها البلسم الشافي، الله يخليك لاهلك، كل شي في مرضى عم يشكروا فيك. تسلم تسلم يا معلم سلمان. وعرفت كيف اهتديت دكتور؟ الست غادة كلها لطف وإنسانية، بس اتوسط لي معها تخفف لي من هالرجيم شوي. بنفسي شي نص كيلو دهن هيك اقلي واكل اكل وانا ابدا يا معلم سلمان. حدا بيحفر قبره بايده؟ ولو يا ست غادة، رجيمك قاسي، هاي لا تاكل منها وهاي بتضر وهاي بتعمل نفخة وهاي بتعمل شحم. ايه شو بيصير يا ست غادة لو تكرمتي علي بشي كام قرص كبي وجاط طبولي وشوية كرعين ونخعاك وشوية حلويات؟ لك خليك هيك خليك هيك، احسن ما تعملنا مجاعة بالبلد. ولو يا دكتور غسان، جبناك لحتى تعملنا واسطة تفسيرة بتصف معها ضدي. لا بالطب ما في واسطة، يوم اللي بتخالف تعليماتي لا بحكي معك ولا تحكي معي. ولو يا ست غادة، أنا بهين علي زعل هالوش الحلو عم نمزح. رز الله أيام زمان، الله يرحم مواتك يا دكتور ويرحم جدي. جدي كان يأكل على وقعته شقة لحم بقر وصدر كنافة، وما إلك يمين تحلفني لو الضبع بيأكل مرته كان هو أكل ستي. هالزلمي شي عجيب، ما بفكر إلا بماته. مهضوم. صار الوقت، لازم نكون بعد نص ساعة بغرفة العمليات. غادة، إذا ما عندك شي بنصحك تحضر العملية، راح تكون مفيدة كتير لإلك. حاضر دكتور. بكسور إيه؟ إذا كان هيك حكمتي يا ست غدا، من اليوم ورايح أكل مظبوط بهالمطعم ما بقى فيه رجيم على الكل، وما حدا أحسن من حدا.
المفروض تكون بغرفة العمليات. دكتور حضرت ربع ساعة من العملية وظهرت. ليش يا باسم أخطأت كتير؟ العملية هيدي بالذات درس مفيد جدا لطبيب متمرن مثلك. دكتور عماد أنا عم براقب العملية شعرت بغثيان وحسيت إني رح راجع. غثيان؟ نايم بكير امبارح؟ نعم. طيب أمتين فحصت نفسك آخر مرة؟ دكتور عماد ما عندي أي مرض. لك مفروض تقدم نفسك لفحص شامل كل 6 أشهر. بعتقد صحتي منيح. طيب ما هو مفروض فينا نعرف سبب الغثيان اللي حسيت فيه أنت. يا باسم اسمعني شوي، أنا إلي ثقة كبيرة فيك ومبسوط منك وخصوصا من نشاطك وانضباطك، لكن قصة الغثيان هيدي شالت لي بالي كتير. بعدين باسم أنت صرت حاضر عمليات كتيرة وما بفتكر ابدا انك تركت غرفه العمليات عن خوف او عن شمئزاز من منظر العمليه. دكتور عماد مراحل الخوف اجتزتها وانا عم عقد دراسي بكليه الطب. الحقيقه ما بعرف شو صار لي وانا متاسف لهالتصرف. بسيطه، روح ارتاح هلا شوي. شكرا. ألو، أهلا دكتور لطفي. الله معك أخي. ألو، في الطبيب المتمرن باسم عم بيقول لي إنه شعر بغثيان، فإذا ممكن تفحص وتصف له اللازم. ممنونك سلف. شكرا يا لطفي. دكتور عماد، العملية تمت بنجاح والمريض بخير. برافو دكتور غسام، هنيك من كل قلبي. العملية فعلا كانت خطيرة جدا، ما كان عندي أمل بالنجاح غير 5%. يا عمي جراح ماهر أنت. ما تصور أهله قديش حيكونوا مبسوطين. تعرفوا لازم نحتفل بهالمناسبة. أنت يا وش الخير والبركة. معزومي على أحسن مطعم بالمدينة. شكرا دكتور، لكن لا لكن ولا شيء، مش لازم نخلي هالمناسبة تمر من غير ما نحتفل فيها. باسم، العملية تمت بنجاح، لكن إذا ما عندك مرض أو شيء معين فيك تترك مهنة الطب وتبحث عن أي مهنة تاني، لأنك ضحكت المساعدين عليك. مرحلة الخوف كان لازم تنتهي على مقاعد الدراسة، مفهوم؟ دكتور عماد، الدكتور لطفي طلبني الفحص مع أني قلت لك أنه صحتي منيحة وما عندي أي مرض. يا باسم هيدا أمر ولازم تفحص نفسك مثل ما بتريد. شكرا. باسم، شو القصة دكتور؟ القصة بتعرفيها أكتر مني. يمكن عنده أسباب. باسم هذه أول مرة بيشعر بالخوف من عملية جراحية. لابد من مبرر لترك غرفة العمليات. بعدين ما بتصور أبداً أنه يترك غرفة العمليات ويكون في بين إيديه مريض مخطر ويطلع ويمشي. هالعمل هيدا ما بريد يتكرر مرة تانية أبداً يا غادة، إذا كان حضرته بريد يصفي طبيب جراح. فهمت، رح حاول أحكي معه دكتور. خير ما بتعمله. ما تعبس كتير، بتشحت جبينك. باسم، وين هالبسمة الطيبة والروح المرحة؟ هيك راحت بغمضة عين؟ ولو حسبني غريبة ورد علي بشكلمي. من اليوم اللي دخل فيه
دكتور غسان على المستشفى صرت فعلا غريبة. غلطان كتير يا باسم، كل يوم بحبك أكتر من يوم، وبعرف إنك بتحبني. يا ريت بكرهك، خلاص ما عاد حبك. شعلة القلب يا باسم ما بتنطفي بكلمة. شفته عم يبوسك ولو ما بيستحي. بسني عخدي كان مبسوط وفرحان، شو صار خربت الدنيا؟ اي نعم خربت وما عاد بتنطق. بوسة اخو ما بفكره شيء. مين بيعرف؟ انا بعرف. بعدك صغيرة حتى تعرفي. يعني حضرتك ابن 60، كلهم سنتين فرق بيني وبينك. بس ما تنسي انا عندي خبرة وتجارب. شو؟ يعني كنت تعرف كتير قبلي. اه يا غشيش، على حساب انا اول حب واخر حب. غادة غادة دايما تعملي من الحب قبه. وين كنا وين صرنا؟ وين صرنا؟ صرنا انك ما عدت تحبني. ما قلت هيك. لكن شو قلت يا ست؟ انا غيران ولو حلك تفهمي. طيب حقك علي. وحضرته عازمك على العشاء كمان. طيب استحيت بقول له لا، عيب. ما بدي اياك تروحي. باسم لازم يكون في ثقة بيناتنا. غادة ما بدي اياك تروحي معه. طيب ما بروح بس على شرط. شو هو الشرط؟ انت قل له انا بستحي. شايف ليك ما لا مغطس. قال انا اعتذر. قال وبما اني ما راح اعتذر يعني حضرتك رايحة على العشاء معه وانا قاعد بالبيت لوحدي. باسم ما قلت هيك. طيب غادة انا راح اخذ نبيل على السينما بكره احد وما عنده مدرسه. منيح بس اوعى تسهروا كتير. اتفقنا. باسم فحصك الدكتور لطفي؟ فحصني وقال عندي تضخم بسيط بالغدد. تضخم بالغدد؟ منشان هيك كنت متضايق بغرفه العمليات. الغده بتعمل العيان. على كل حال الدكتور عماد صار معه خبر. باسم اذا بتحب غادة بتداوي نفسك. بعرف انه القضية بسيطة لكن درهم وآية افضل من انطار عليش. طيب طيب راح روح على البيت ارتاح لي شوي. طيب رجعني على المستشفى. نبيل مثل ما اتفقنا صدفة جينا على المطعم. مفهوم؟ مفهوم بس هيك على المطعم غالي كتير. معك تدفع؟ مش ضروري ناكل، نطلب تنام رطبات وبس. اتفقنا؟ اتفقنا. نبيل ما بصير لازم تطلب شيء. ممنون انا مش جعان. يا مسيو لازم تقرروا لانه يعني انا عندي زبناتهم بالمطعم وناطرين بدهم ياكلوا. نبيل ما بصير لازم تطلب شيء، المعلم عنده شغل بده يروح يشوف شغله. اتفاق؟ شو قصتك؟ اكلنا فلافل حتى انتفخنا. متر ممكن تنام مرطبات من فضلك؟ مرطبات؟ بحجز طاولة مشان اتنين مرطبات. طيب وشو بدك ايانا نعمل؟ جميع عملنا جعاني. مسيو نحن هون بالمطعم ما منستقبل الا الجوعانين. اذا بتحبوا تشربوا مرطبات شوفوا شي قهوة شعبية. من فضلك
عارف مع مين عم تحكي؟ لا، مين حضرتك؟ ما حدا. ومين حضرتك؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. قلت لي بتريد اثنين مرطبات؟ نعم. من عيون اثنين. نبيل سامع؟ سامع. شايف؟ شايف كيف مس جميل؟ ما في خطر. نبيل مسك العيدة. نيه طيبة سحبت ايدها. اقولك شو عم بيحكوا؟ سبيت خليك مثل الرجال. نبيل عطاها وردي. صارت القضية جد، لازم ننفذ الخطة. وكانوا كتير كتير مبسوطين بالنتيجة لدرجة انهم طلبوا مني اعمل محاضرة بالموضوع. على كل حال بكرة الصبح رح يكون عندنا مجمع اطباء وبدون يشوفوا المريض. تصدقي من كتر ما نجحت هالعملية واهله من كتر ما كانوا مبسوطين مني من كتر ما انبسطوا كتير كتير كنت بدي اعيدها مرة تانية. دكتور غسان. نعم. في تليفون لحضرتك. عجيب، عن اذنك بس. بيظهر في حدا شاف سيارتي قدام المطعم، في ست مغم عليها باول الشارع، روح شوفها واجي. اذا بتحب اجي معك، يمكن تكون محتاجني بشي. لا لا ما في لزوم، اذا لزمني اي اسعافات بطلب المستشفى. انا يا لطيف شايفة ملا صدفة جاي ناكل بالمطعم. شي غريب، شي غريب فعلا، لو توعدنا ما التقينا هيك. بس هيدا مطعم غالي كتير و... ولا يهمك، ما رح ندفع حبيب قلبي. باسم كان طول عمره ياكل بهيك مطاعم، بيسوى 20 شاب مثل حضرته. لا تواخذينا، لو كنا عارفينك هون ما كنا فتنا. على كل حال نحن رايحين لطلتنا. مشي خيي مشي. باسم صدقوني كتير انبسطت فيكم، لكن بدي أقولكم ما تخبصوا كتير بالطلبات، هون الأسعار نار. أسعار ما بتهمني أبدا. مشي خيي. طول بالك، ممنوع يمسك إيدك ولا يطلع فيك كتير، وبتعدي معه مثل الناس وما بدي زهور يعطيك إياها ولا تضحك على عيني. مشي خيي مشي. شو باسم هون؟ مين اللي معه خيو؟ ايوه شفتهم وسلمت عليهم. شو قصه المريضه؟ شي غريب ما في حدا، سالت كل الناس بالشارع ما حدا شاف شي. اهلا 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 دكتور غسان، شو قصتك في الحلوه؟ كيفك باسم؟ الحمد لله. اهلا اهلا اهلا، تفضلوا قعدوا. حضرته خيك يا باسم؟ شي حلو، تبرقت من العائلة كمان. متر. وي مسيو. شو بتحب تاكلوا؟ تورنادو افيك شامبينيون. وانا مثله كمان. بنت ضغط اكسجين اكسجين بسرعه يا حبيبي. بنت ضغط مين عطاك البنسين؟ لازم نعرف اسمه فورا. بنسلين بنسلين يا مجنون، كنت قتلت البنت، لازم كنت تسأل الأهل. كنت قتلت يا مجنون.
تورم بسيط بالغدد. دكتور غسان سمح لك تغادر الغرفة أي وقت بتريد. باسم، الفحوصات كلها كانت جيدة وما في داعي للقلق. باسم، تصرفاتك معي كتير تغيرت. الدكتور غسان صار يغار عليك كتير، محتار كيف بده يتخلص مني ويرميني برات المستشفى. تصرفه معك كان تصرف غير واعي. مثل ما بتعرف دكتور غسان مات أخوه بسبب إبرة بنسلين. أنا سألت الأم، حلفت لي ألف يمين أن أعطي البنت قبل هالمرة بنسلين. معقول؟ معقول أم تقتل بنتها بكذبة بسيطة؟ على كل حال بطمنك، البنت الحمد لله بخير وصحتها جيدة. اسمحي لي بدي ألبس ثيابي. تفضل. أنا آسف دكتور عماد، الأم هي اللي كذبت على باسم. أنا فقدت أعصابي. أنت بتعرف قصتي منيح. أنا عندي عقد من البنسلين. فيك تطمن يا دكتور غسان، باسم شاب طيب وما بيحقد أبدا. كلمة اعتذار والأمور بتعود لمجاريها. صدق بعد ما فحصت الغدد عند باسم اتضح لي انه تصرفاته بغرفة العمليات ما كانت عن جبن ابدا. الغدد بتعمل اكتر من هيك شي اكيد. اخلك بعثت لك صور طلعت عليهم. خايف يكون خوفك بمحله. اذا كان باسم مع الغدد اللمفاوية فهذا شي خطير جدا. ان شاء الله لا. إن شاء الله لا. على كل حال أنا لازم أعمل فحوص عديدة حتى أتأكد من كلبت. إذا كانت الغدد اللمفاوية فيعني مرض هودجكن، حتنصاب الغدد بتضخم تدريجي ويمكن يكون لا سمح الله المرض مميت. لذلك بفضل بصورة مبدئية إنه نخفي كل شيء عن باسم. شيء ضروري كتير نخفي عنه كل شيء، لأن ممكن هالشيء يعمل له ارتباك، والارتباك ممكن يأخر شفائه. أكيد بعدين ما عنده خبرة كافية عن مرض هودجكن. نحن كل اللي قلنا له إياه إنه عنده تضخم بسيط، ممكن كتير يكون معنا حق. على كل حال دكتور عماد أنا حأعمل اللازم. فعلا حأعمل اللازم. الله يكون معك. موفق. أنا نزل على المختبر. مع السلامة. معلم سلمين، شفت اللي باسم؟ ولو يا ست غادة، ما التعليمات عندي. باسم ما عم يشتغل اليوم، عنده رابور طبي. بعرف، بس هو هون بالمستشفى. من امبارح ما عاد شفته، كان عم يقرا بكتاب وهيئته مرتبك ومنه على بعضه، تلفنين ويمكن يكون بالبيت. تلفنت له ما لقيته. صحيح مريض؟ ايوه يا معلم سلمين، دكتور عماد عطاني تعليمات لازم باسم ينفذها. خصصني له غرفة بالمستشفى للمعالجة، وحياتك إذا شفته قل له. على راسي يا أمورة، من عيني هاي قبلها. شي عجيب، شو هالوقت اللي وصلنا لي؟ دكتور وبيمرض؟ لك قلنا له انضاع الخير من الدنيا، قالوا لا. وتتضخم الغدد الليمفاوية حتى تصبح خطرا اكيدا على حياة المريض، وتسمى هذه الحالة مرض هودجكن. تضخم مميت بالغدد الليمفاوية. باسم وكنت لهلا دكتور غسان مهتم كتير بقضية الغدد، صار يومين عم يدرس نتيجة اختباراته. على كل حال لازم توضع نفسك فورا تحت العلاج. حجزنا لك غرفة بالطابق الثاني. دكتور عماد استعرت الكتاب بدون إذنك، أنا متأسف بعتذر. العذر مقبول، لكن عشرت إنك ما تتأثر أبدا بوصف المرض المذكور هون، لأنه ممكن كتير
تكون تصوراتك وهمية. دكتور عماد، ما في أي ضرورة تخفف عني. أنا عارف إنه مرضي مميت، تضخم مميت بالغدد الليمفاوية، مرض هودجكن. القضية واضحة وضوح الشمس. بترجاك يا باسم، بترجاك بصفتك طبيب متمرن، ما تعتمد على النظريات. المختبر والفحوص المخبرية هي الوحيدة اللي ممكن تحكم على نتيجة صحتك. فمن رأيي انك تطلع هلا ترتاح بغرفتك، توضع نفسك فورا تحت تصرف الدكتور غسان. يلا يا شاطر. دكتور عماد، بتمنى توضعني تحت تصرف الدكتور لطفي. الدكتور لطفي ممتاز كتير، انا معك، لكن الدكتور غسان قطع مرحلة كبيرة بالفحوص المخبرية، وبعدين صار عنده دراسة وافية على مشكلتك. طيب مثل ما بتريد. باسم ارتاح شوي، ارتاح حبيبي. يا باسم، الدكتور غسان يوم لعتبك وقت اللي تركت غرفة الجراحة، ما كان معتقد انه الغثيان ناتج عن الغدد، كان مفتكر انه سهران شي سهرات طويلة عريضة ومخبص. عكل حال هو ناوي يعتذر منك. عكل حال كنت بفضل يكون تحت تصرف طبيب تاني. ألو دكتور جميل، غادة صوبك، خلي تجي لعندي بسرعة بحياتك. أهلا، في عندك مريض بالغرفة 120 محتاج لرعاية، شوف في ساعات خلي تاخذ محلك بالطابق الأول. مثل ما بتريد. يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور. أهلا غادة، أهلا. خبروني إنك نمت امبارح بالمستشفى. صحيح. قضيت 72 ساعة عم راجع نتيجة التحاليل اللي عاملها مشان باسم. دكتور غسان، إذا احتجتني أنا بالغرفة 120، في مريض محتاج للعناية. دكتور غسان. شكرا، يلي عم تعمله اكثر من واجبك. انا كثير ممنونه لاهتمامك بباسم، لان باسم الحقيقه ما رح خبي عليك، باسم بالنسبه لإلي اكثر من صديق. بعرف، بعرف من يوم اللي كنا انا وياك بالمطعم سوا. اذا كان باسم بالنسبه لك اكثر من صديق، فهو بالنسبة لي أكثر وأكثر مريض وبحاجة للعناية. شكرا دكتور. مع السلامة. باسم، دكتور عماد طيب وابن حليل، تصور كلفني بمريض غرفة 120 وما قال لي هو مين. الحقيقة مفاجأة حلوة. باسم، دورت عليك بكل المستشفى حتى خفت يمضى نهار وما شوفك. كنت أفضل يكلفوا مرضى تاني. باسم، كنا ننطر لدقيقة حتى نقعد سوا. ما بدي أتعبك يا غالي. باسم، كنت أحلم أقعد معك أطول مدة ممكنة بدون ما نطلع على الساعة ونخاف ما يدهمنا الوقت. لازم نغتنم الفرصة ونحكي عن كل شيء. بكرة بتصح وما بعد فيي أشوفك دايما. الهيئة عندك أسرار كتيرة. لا أبدا، كنت عم بحاول أتسلى، ما في شيء. اوعى تكون رسائل غرامية، بدل الإبرة بصير بضربك 10.
حكيك الدكتور عماد عن مرضي؟ طمن بالك يا باسم، تضخم بسيط بالغدد، بكرة أكيد رح تندم على هالجلسة. بتشوف الدكتور غسان؟ طبعا، وطمني عن حالتك. شعر انك كنت سخيف لما امتلكتني الحسد وغرت عليك من دكتور غسان. الغيرة دليل المحبة. غدا انا بعتذر، تصرفي بحرية ولا تحسبي اي حساب لكلامي ولا لك سخافت. ابدا يا باسم، ما كانت سخافي. يوم اللي شعرت انك غيران ما ساعدتني الدنيا من الفرح. عجيب غريب امر الحياة، ولادة وحب ومرض وشيخوخة وقلب موت، اشياء بتخلي الواحد يفكر. ليش جينا؟ لوين رايحين؟ يا سيد ارسطو، ما في ضرورة نفلسف الامور، المهم اننا موجودين ومنحب بعضنا بصدق وامانة. تفتكر الحب ممكن يشفيني؟ مش فاهم انا يا غادة، ما بعرف بهالوقت اي شعور عم بشعر، اي احساس عم يمتلكني، اي تصرف لازم اتصرف. باسم، باسم، عم تحكي كلام غامض، كلام ما إله مبرر، كأنك عايش بالوحدة والفراغ. هيك يا باسم، مجرد مرض بسيط بأثر عليك وبيهزم لك معنوياتك، بيتركك فريسة للتعاسة والأوهام. شو تركنا للناس العاديين يا باسم؟ الناس اللي حاولت دايما إنك تخفف عنهم وتشجعهم حتى يتغلبوا على آلامهم. الناس العاديين يا غادة بنخفف من تعاستهم وخوف قلوبهم لأنهم بيجهلوا حقيقة مرضهم. أنا يا غادة بعرف حقيقة مرضي وبعرف نتيجته مسبقا. يمكن تكون غلطان، إن شاء الله غلطان. نتيجة بعد ما ظهرت، والدكتور غسان ما ترك المستشفى من 72 ساعة عم بحاول يتوصل لنتيجة. نعم عرفت، وناطر أوامره. لا تترك الغرفة، لازم تحافظ على تغذية معينة وتاخذ الدواء المعين. عذاب جسمه قال، محاولة الدكتور غسان يأسي. باسم، باسم، أرجو حافظ على هدوء أعصابك، نرفزي ما رح تفيدك على كل حال. أنا باسم طبيب المستقبل، طريح الفراش، مهدد بالموت. مكاني بهالغرفة خطأ، أنا لازم أكون بغرفة التمريض عم ساعد الناس على أنهم يشفوا، لكن للأسف مش قادر ساعد نفسي، مش قادر خفف ألام النفسية، مش قادر لاقي علاج لمرضي. باسم خفف من ثورة أعصابك، أرجوك يا باسم. طبيب، فريس المرض، فريس الموت، على عتبة الطب، على باب المستقبل. هيدا ظلم يا غادة، هيدا حكم غير عادل. باسم هيدا كفر، كفر يا باسم، عود لصوابك، فكر أكتر. شو بدي أفتكر؟ ليش؟ شهادة الطب المزينة بشريط ملون صارت من حق غيري، من حق طبيب تاني متمرن مكتب له يعيش أكتر مني. حتى أنت يا غادة، أنت صرت من حق إنسان تاني حبي وتحبي. أنا مجرد طبيب مهزوم، أدر العذاب والألم وسرير بزاوية عتمي، فريسي لمرض فتاك، مرض هوتشكن، تضخم مميت بالغدد الليمفاوية. باسم ممكن توقف شوي؟
جاي عبالي نام شي 2000 سنة. ياسم، هذه نتيجة تحاليل المختبر، معك تورم بسيط بالغدد. يعني ما معي مرض هودجكن؟ لا. شكرا دكتور، شكرا. على كل حال كان درس قاسي كتير بالنسبة لطبيب متمرن مثلك، حتى تتعلم تاني مرة ما تحكم على الأمراض ظاهريا، لازم دائما تتأكد من تحاليل المختبر. شكرا دكتور، شكرا.